السلام عليكم، معكم عز الدين نويري، البطل بارا اولمبي الحاصل على ميداليه ذهبيه ورقم قياسي عالمي في العاب بارا اولمبيه بلندن 2012، وايضا الحفاظ على اللقب ديال الميداليه الذهبيه في ريو دي جانيرو 2016. وحنا الحمد لله كنستعدوا الان لطوكيو 2021 باش نحافظوا على اللقب الثالث الى كتاب ان شاء الله ونفرحوا المغاربه. كنشكروا الجريده ديال اس في جنوب على المتابعه ديالها لنا والتحفيز ديالها لنا يعني بهذه المناسبه. وحنا اليوم كنمارس التدريب ديالي اللي ما بغيتش نحبسها، من بعد كنت في واحد المعسكر اللي كانت منظمه الجامعه الملكيه لرياضه الاشخاص وذوي الاعاقه بمناسبه العيد الاضحى اللي خدينا فيه هذا الاسبوع ديال الراحه. يعني حنا ما خصناش ناخذ راحه، يعني جيت كندرب في المكان ديالي اللي كندرب فيه اغلبيه في المدينه ديالي في اسفي. بزاف الناس اللي كعرفوني يعني من الصغر ديالي، يعني الحمد لله غير ولد حي شعبي وفي الجنوب ديال اسفي. وكانت البدايه ديالي هي كانت غير في كره السله من واحد المده، وانا كنمارس كره السله على الكراسي المتحركه. من بعد مشيت كنشارك في بطوله وطنيه مع الجمعيه اللي كنت فيها. ملي بديت نشارك بديت كندخل الانترنيت كنقلب كنلقى يعني المنافسه العالميه، وليت كنحلمت انا علاش ما تكونش انا السميه ديالي وسط هذوك لي طابلو ديال الناس اللي مسجلين عالميا، وخصوصا ملي كنشوف الابطال ديالنا المغاربه اللي كانوا ديك في ديك الاونه انهم حققوا ارقام زوينه وميداليات في الالعاب دوره بكين 2008 وفي بطولات العالم اللي كانت في نيوزيلندا. وهادشي يعني تشجعت قلت علاش انا ما نكونش مع حالي بحال هاد الناس. ومن تم بديت كندرب وكنسول على الارقام اللي كتكون محصل عليها والمؤهله لهاد الالعاب. ومن ثم بديت كنكافح وكنشارك ما بين دراسه وعمل، كنت كنساعد الام ديالي في واحد السوق شعبي، ومن ثم كنجي نكمل لونطريمون ديالي. وهادشي كامل اللي بغيت نوصل هو ان ما كاينش شي حاجه تحبسك على الهدف ديالك، خاص غير تكون عندك واحد الاراده وعزيمه ان شاء الله اللي بغى شي حاجه غيوصل ليها يوصل ليها. ما كاينش شي حاجه اللي غتحبسك، كيبقى الدماغ والعقليه هي اللي كتحكم فيك واش بغيتي توصل ولا ما بغيتيش توصل. اكيد هذاك الاستقبال صراحه اللي ما يتنساش من الذاكره، واللي هو اللي صراحه هو اللي حفزني اكثر باش حصلت على الميداليه الثانيه في الدوره ديال ريو. الاستقبال جاء من بعد الالعاب البارا اولمبيه في لندن 2012. كان واحد الاستقبال اللي انا بنفسي تفاجات اني تلاقيت مع سيدنا وفي هذيك الظروف وديك الحفاوه والكلمات ديالو اللي ما كتنساش ليا، وفي الحوار اللي داز مع صاحب الجلاله، يعني واحد الحوار شيق وكتحس به انه يعني على اطلاع بالدراري الاخوان ديالنا كاملين اللي جابوا ميداليات وكيسول على ابسط حاجه، يعني شي حاجه بنادم اللي ما كيتصورش ان شو سيدنا غادي يسول عليها كيسول عليها. ومن بعد كتلقى واحد التشجيع اللي كنا تلقيناه قبل من اللقاء ديالو في الرساله الملكيه ديالو، ولكن ملي كتسمعوا منه شخصيا يعني كيكون واحد الحافز قوي، واللي هو اللي خلاني قاومت رغم الظروف الصعبه اني اني نجيب ميداليه في ريو في 2016. وعلى كلماته باقي شادين عليها ان شاء الله، وغنحاولوا نجيبوا ديال طوكيو ونهزوا العلام ان شاء الله. عملت اقليم اسفي بالترحيب ديالنا والتشجيع ديالنا قبل ما نمشوا للدوره ديال طوكيو ان شاء الله، اللي عطانا واحد معنويات وحسينا اننا راه يعني عندنا حضور في المدينه، يعني الناس متبعينا. هادشي صراحه كيفرح، وكنتمنى هذا الحدو يحدوه جميع العملات ماشي غير عملت اسفي، لان عندها واحد الدفعه صراحه يعني زوينه لينا بالنسبه لينا حنا كرياضيين، وبالنسبه للاشخاص اخرين اللي كيشوفوا ان بحال هذا يعني كاين واحد الاهتمام، يعني هما غيتشجعوا يمارسوا الرياضه اكثر. صراحه اش نقول لك، شباب اللي متشائم يعني ما عرفش انا بعدا علاش كاين هذا التشاؤم، لان حتى حاجه ما ديما، وبالعكس يعني بنادم خاصو يخرج من داك اللب ديال هذوك المشاكل هو اللي تكون دافع ليه، ما تكونش محبطه وتخليه يهبط، لان غير كتفوت بلاصتك عرف راسك غادي تلقى شي حاجه اخرى محسن. وبنادم كيبقى مريح وكتسنى تغير راه ما يمكنش، ويبقى غير تحبط في بلاصتو راه ما يمكنش. يعني خصنا حنا نغيروا بنفوسنا، نبداو نغيروا بنفوسنا، نبدلوا الموقع اللي فيه حنايا، الفكر اللي فيه، نشوفوا من القدام، ما نبقاوش واحلين صافي غير وقع مشكل ولا هادي نبقاو فيه. كان ما يمكنش ليا نوعد الجمهور، لان المنافسات راه كتكون صعيبه صراحه، يعني اغلبيه كيشوف غير واحد سته اللوحات كتلاح كيقول صافي هادشي اللي كاين، ولكن راه موراها خدمه، وماشي غير انا وحدي اللي كنخدم، راه الدول كاملين، يعني عندك واحد 16 منافس اللي كتكون هي قويه في العالم اللي كتحضر، يعني راه ماشي ساهل باش دير بلاصتك وسط منهم، وكلها كتستعد وكتستعد في ظروف احسن من هذه، وكتستعد الناس كتستعد الالعاب الاولمبيه مره 4 سنين كلها وهي في ظروف استعداديه، يعني راحه وكل شيء.
يعني باش ندخلوا وسط منهم راه غمار وحرب، راه انجاز، ولكن غنحاول ان شاء الله ضروري نحافظ على اللقب ديالي ونتمنى يكون خير ان شاء الله.